هلا وسهلا. الناس اللي تنام بوضعية اليد تحت الوسادة أو تحت الرأس مع مد الكوع يحسون بألم أول ما يصحون من النوم في مفصل الكتف، هذا نتيجة الضغط على الأوتار أو انحشار الكتف. وش التمارين؟ 3 تمارين تساعد على تفكيك هذا الانحشار أو تفكيك هذا الضغط على الأوتار. أول شيء أحاول أحط يدي على الكوع 90 درجة وأضمها على الجسم وأفتح وأثبت 5 ثواني وأرجع. لازم يتعدى اليد مستوى الكتف 5 ثواني وأرجع 5 ثواني وأرجع. نفس الوضعية 90 درجة وأرجع للخلف 5 ثواني وأريح 5 ثواني وأريح، كرر 10 مرات. التمرين الثالث، أثبت يدي وأثني ركبتي وأحاول أخذ وزن أو أحرك بشكل للخارج على حركة البندول وأثبت وأعد 20 ثانية وأريح وأكررها 5 مرات. أشوفكم على خير.